الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة جغرافية التنمية. ومعادنا النهاردة إن شاء الله مع درس جديد. كنا طبعا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الصناعة في الوطن العربي، وإيه المعوقات اللي بتواجه الصناعة العربية، وإيه حلول والاستراتيجيات والطرق لحل هذه المشكلات. النهاردة إن شاء الله معادنا مع موضوع جديد، وهو الدرس الرابع من الوحدة الثالثة، وهو التنمية السياحية. طبعا يا أولاد كلنا عارفين إن السياحة من أكتر الأنشطة الاقتصادية تعقيدا. ليه بقى؟ مش مقصود بيها التعقيد هنا يعني إنها معقدة، لكن مقصود بيها أنها متداخلة، بمعنى إن النشاط السياحي بيتداخل مع أنشطة أخرى كتير. فبيقول لنا مثلا عدم الاستغلال الامثل لهذه الموارد البيئيه، وهي الموارد اللي ممكن تكون نشاط سياحي للدوله، زي مثلا جايب لنا هنا مثال الحاجز المرجاني اللي موجود في قاره استراليا. عندنا حاجز مرجاني، مجموعه شعاب مرجانيه يا اولاد، بتقع في شرق قاره استراليا على الساحل في المحيط الهادي. الحاجز المرجاني دوت قدرت استراليا انها يعني تدفع الإعلان المنطقة محمية طبيعية، أو تضطر الدولة زي استراليا إنها تعلن هذه المنطقة محمية طبيعية وتسجلها كتراث عالمي، صنفها كمنطقة سياحية خاصة منذ عام 90، وبدأت توضع تحت إشراف ومتابعة سلطة الاتحاد الأسترالي. طبعا يا أولاد يعني بيقول لنا نتيجة التطور الصناعي، بمعنى إيه؟ عندنا قارة استراليا عارفين ان هي نهضت في السنوات الاخيره يعني، وحصلت تنميه صناعيه. فنتيجه للتطور الصناعي ونتيجه ان بيستخرج الفحم من الساحل الشرقي لاستراليا، فده اللي ادى الى حدوث تغير مناخي في المنطقه، اثر على نوعيه المياه اللي موجوده، اضر زي ما بنقول بالشعب المرجانيه اللي موجوده في المنطقه، وافقد المنطقه دي يعني قيمه سياحيه عالميه، افقدت اهميتها. فبيقول لنا هنا ان اليونسكو وهي منظمه عالميه تسعى لإدراج الحاجز المرجاني ضمن المواقع التراثية. عشان كده بيقول لنا هنا خصصت أستراليا ما يقرب من 200 مليون دولار لإنقاذ هذا الحاجز المرجاني. هنا دي مقدمة كده للموضوع بتاعنا عشان نبدأ نعرف إيه هي المشكلة اللي قد تواجه السياحة في العالم. طيب معانا بدايتنا كده أهمية النشاط السياحي. إيه أهمية صناعة السياحة؟ السياحة يا أولاد بقت صناعة، طبعا هي نشاط خدمي، يعني خدمة بتقدم لبعض الأشخاص، لكن في الحقيقة هي نشاط صناعي، لأنها مرتبطة طبعا بأنشطة اقتصادية أخرى زي النشاط الصناعي. بمعنى يا أولاد يعني ما فيش سياحة في العالم إلا إذا تطورت وسائل نقل ومواصلات جيدة، إلا إذا تطورت مطارات عندي، بنية تحتية، خدمة في فنادق ومطاعم تكون على أعلى مستوى. هذه الخدمات وهذه يعني الوسائل اللي بقدر أوفرها للسائحين ما هي إلا نشاط صناعي. عشان كده مصطلح صناعة السياحة ده مهم جدا. طيب إيه أهمية صناعة السياحة للدول؟ أولا صناعة السياحة بتعد من أهم مصادر الدخل لدى الدول، لأنها بتساعد على زيادة الاقتصاد القومي للعديد من دول العالم. إذن فأهم مصدر أو أهم يعني أهمية للنشاط السياحي أنها مصدر للدخل. تاني حاجة أنها أحد مكونات الصادرات الخدمية. يعني إيه أحد مكونات الصادرات الخدمية؟ بمعنى أنها ذات تأثير كبير في ميزان المدفوعات. يعني إيه يا أولاد؟ إحنا عندنا السياحة لما بيجي لنا مثلا سياح هنا في مصر من الدول الخارجية، السياحة عندنا هنا تعتبر بتتسجل يعني في بند الصادرات بتاعتنا. ليه؟ لأنها بتزود لنا الدخل، وبالتالي بتساعد على زيادة الصادرات بتاعتنا من الدخل. طيب أيضا عندي حاجة اسمها ميزان المدفوعات، وميزان المدفوعات ده هو عبارة عن سجل منظم لكل المعاملات اللي بتتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى. طب ايه رأيكم؟ يعني لما اقول انا عندي نشاط سياحي واجي اسجله في ميزان المدفوعات، هيتكتب في بند صادرات الدولة ولا وارداتها؟ طبعا بيتكتب في الصادرات، لان هو بيساعد على زيادة الدخل للدولة، فتعتبر زي سلعة كده بصدرها للخارج، وبالتالي هتساعد على زيادة الناتج المحلي،
هتساعد على وفرة النقد الأجنبي. السائحين طبعا كل ما بيزداد عددهم في الدولة ده بيبقى مؤشر جيد لازدهار صناعة السياحة في على مستوى العالم. تعالوا كده مع بعض نشوف أهم الأقاليم السياحية في العالم. طبعا زي ما انتم شايفين لسه قايلين، ميزان المدفوعات هو سجل منظم لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى، وعادة يا أولاد ميزان المدفوعات ده بيكون خلال سنة. طيب ميزان المدفوعات هنا السياحة هتكون أحد مكونات الصادرات ولا الواردات؟ الصادرات زي ما اتفقنا، وهتساعد على زيادة النقد الأجنبي. أهم الأقاليم السياحية في العالم، بيقول لنا طبعا أهم إقليم سياحي في العالم يا أولاد هو قارة أوروبا. ليه يا مستر؟ قال لنا لأن قارة أوروبا بتتمتع بمزايا جعلتها هي أهم إقليم سياحي في العالم. تعالوا نشوف كده. أولا سهولة الحصول على تأشيرة دخول، بمعنى يا أولاد لو أنا مثلا عايز أسافر دولة من الدول الأوروبية سهل جدا إن أنا آخد تأشيرة مادام معايا الفلوس، أقدر مفيش يعني إجراءات معقدة، فسهل إن أنا أحصل على تأشيرة الدخول. تاني حاجة ارتفاع مستوى دخل المواطن الأوروبي. هو معظم السياح في العالم منين؟ طبعا من أوروبا، بسبب ارتفاع مستوى دخلهم، ارتفاع مستوى معيشتهم، فبقى عندهم وقت فراغ ومعاهم رأس مال فلوس، يعني مستوى معيشة عالي، وبالتالي وعنده كمان يا أولاد مستوى تعليمي وثقافة بتخليه يعني هي المحفز والمشجع ان هو يبدأ يغادر وطنه ويروح يجي مثلا هنا يتفرج على الآثار بتاعتنا المصرية، يروح مثلا لدولة زي مثلا جنوب شرق آسيا، لو راح ماليزيا، لو راح الهند، لو راح أندونيسيا، يتعرف على العادات والتقاليد. إذن أوروبا هي أهم منطقة سياحية في العالم لسهولة الحصول على تأشيرة للدخول هناك، ارتفاع مستوى المواطن الأوروبي وارتفاع دخله، ارتفاع مستوى تعليمه وثقافته. يبقى أهم إقليم سياحي يأتي جذبا للسياح هو إقليم مين؟ إقليم أوروبا. المنطقة الثانية اللي شهدت في السنوات الأخيرة تزايد لعدد السائحين إقليم آسيا والمحيط الهادي، وهو المركز الثاني من حيث الناحية السياحية. السبب في كده هو اهتمام الإقليم بتنمية النشاط السياحي، يعني بدأوا يهتموا بتوفير بنية تحتية ويهتموا بتوفير خدمات، وزادت لنا يعني زاد عدد السائحين بمعدل 21% يا أولاد، يعني الربع تقريبا، وده بيعكس مدى اهتمام الإقليم بتنمية النشاط الإيه؟ السياحي. طب الملحوظة الثالثة معانا هنا في على الأقاليم السياحية في العالم هي ان منطقة الشرق الاوسط بدأ يتناقص فيها عدد السائحين، يعني بيقول لنا في الفترة من 2010 ل 2013 كان السائحين في منطقة الشرق الاوسط وهي الدول العربية يا ولاد كان حوالي 6.4، قلوا الى 4.8، ده عدد السائحين في منطقة الشرق الاوسط بالمليون سائح يا ولاد، يعني 6.4 مليون سائح قلوا ل 4.8 مليون سائح. طيب حد يعرف يعني الناس اللي معانا كده ومتابعانا، لو جينا نقول لك ليه شهد الإقبال السياحي على منطقة الشرق الأوسط شهد تراجع في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الأمن؟ جايب لي بعض نماذج للسياحة. طبعا انتوا عارفين الفترة يا اولاد من يعني تعقيبا كده الفترة من 2010 ل 2013 كان فيها ثورات ما عرفت بثورات يعني الربيع العربي، وهذه الثورات زي ما احنا عارفين يعني كان ليها بعض النواتج وآثار سلبية زي عدم الاستقرار الأمني، وده أدى إلى تراجع كبير في أعداد السائحين في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط عموما. جايب لي هنا أولاد نماذج للسياحة العربية. يوجد في الوطن العربي العديد من المقومات السياحية والمعالم الأثرية والتي ساعدت على جذب السياح وتنوع أنماط السياحة. وقال لي تعد مصر، السعودية، تونس، المغرب، الإمارات، هذه الدول هي أولى الدول في استقطاب يعني في جذب يا أولاد السياح إليها. زي عندنا هنا كده جايب بعض نماذج لصور مغارة تسمى مغارة جعيتا في لبنان، مسرح اسمه مسرح بصرة في سوريا، وبرج خليفة، وسياحة اسمها سياحة السفاري دي في مصر طبعا في مناطق الصحراوية في منطقة الصحراء الشرقية، المسجد النبوي في السعودية. ممكن طبعا حضراتكم الكلام ده المفروض يعني مش
مش صعب علينا ان احنا نحدد انواع سياحه. يعني لو قلنا المسجد النبوي سياحه دينيه، سياحه ترفيهيه زي سياحه السفاري، في بيسموه سياحه برج خليفه او المزارات اللي بيسموها سياحه حديثه، اللي هي يعني زياره منشات حديثه زي ناطحات سحاب، مراكز تجاريه، مغاره جعيتا، سياحه ترفيهيه، مسرح بصره ده مسرح في سوريا، ده سياحه ثقافيه، زي مثلا زياره الاهرامات عندنا وزياره المعابد والاثار في مصر، دي سياحه ايه يا اولاد؟ سياحه ثقافيه، السائح رايح المناطق دي مش عشان يرفع عن نفسه قدر ما رايح يشوف الاعجاز اللي حصل، ازاي اتبنت الاهرامات، ازاي قدر المصريين يحققوا تعامد الشمس على رمسيس الثاني. فنركز في الحاجات دي، يبقى لما بزور منطقه اثريه او لما ازور معبد اذا انا كده بعمل سياحه اسمها ثقافيه، ودي انواع من السياحه المختلفه اللي موجوده في الوطن العربي. ما ننساش ان احنا عندنا مقومات للسياحه، بمعنى يا اولاد هناك عوامل تؤدي الى جذب السياحه او قيام النشاط السياحي. من هذه العوامل مقومات اسمها مقومات طبيعيه، زي الموقع، زي المناخ، زي التضاريس، فدي اسمها المقومات او العوامل اللي بتؤدي الى قيام النشاط السياحي. موقع الدوله، يعني يا اولاد مثلا السائح يفضل ان هو مثلا لو قدامه 3 أو 4 دول، سين صاد عين لام، دول وبيفضل او يحاول يفاضل في الترشيح ما بينهم الـ4، بتبقى عينه على الموقع بالنسبه لموطنه. يعني الدوله سين هي اللي قريبه شويه، الدوله صاد بعيده، دوله عين ابعد، فيبقى الموقع المميز للدوله يساعد على قيام النشاط السياحي، وليس هناك اميز من الموقع المصري المركزي والاستراتيجي في قلب العالم. المناخ، التضاريس، كل هذه عوامل تساعد على جذب النشاط السياحي، لكن عوامل طبيعية ولا عوامل بشرية؟ عوامل طبيعية. أما عن العوامل البشرية فحدث، حدث زي ما أنت عايز، يعني حاجات كتيرة يا أولاد، آثار، وسائل نقل، رأس مال، أمن، استقرار، خدمات سياحية، تسهيلات للضيافة، بنية أساسية متوفرة، فدي كلها عوامل تؤدي إلى جذب السياح أو قيام النشاط السياحي في الوطن العربي أو في أي دولة ما. يبقى الحاجات دي ما تبقى في دماغنا دايما، وهي المقومات الطبيعية والمقومات البشرية اللازمة لقيام النشاط السياحي. طيب تعالوا نشوف طبعا المنظمة العربية للسياحة. الدول العربية يا أولاد نظرا لأهمية السياحة في اقتصاد الدول العربية، الدول العربية بدأت تنمي القطاع السياحي، وبدأوا يعملوا ما بينهم مؤسسة منظمة تسعى للتنسيق بين الدول العربية في مجال السياحة. فبيقول لنا مثلا يا أولاد المنظمة العربية للسياحة تأسست عام 2005، مقرها مدينة جدة في السعودية، وده الشعار بتاعها اللي قدامنا ده التابع لجامعة الدول العربية. ما الهدف من هذه المنظمة؟ أولا المنظمة يا أولاد اتعملت عشان تحط خطط تنموية للسياحة العربية، يعني نحاول ننهض وننمي السياحة العربية، وإلغاء التأشيرات المسبقة وتبسيط مختلف الإجراءات. طبعا يا أولاد احنا عارفين يعني هنضرب مثال، ويعني المثال يعني يمكن صعب علينا كلنا كدول عربية، ان احنا لما بنيجي مثلا نسافر دولة عربية نلاقي في اجراءات معقدة للتوجه لدولة عربية ما، حتى لو انت هتروح تعمل فيها نشاط سياحي، يعني اجراءات معقدة وروتينية، في حين لسه قايلين من شوية مثلا اقليم زي اوروبا في سهولة الحصول على تأشيرات. فالمنظمة العربية للسياحة تسعى لإلغاء فكرة التأشيرات المسبقة اللي بتكون ليها يعني زي ما بنقول كده اجراءات روتينية معقدة، مكاتب معينة لها عدد معين من تأشيرات تؤدي إلى احتقار بعض الناس لهذه التأشيرات، فده طبعا من العوامل اللي بتعوق عملية النشاط السياحي بين الدول العربية. فبيقول لي هنا لابد من تبسيط مختلف الإجراءات بين الدول العربية، خصوصا في المجال السياحي اللي له بعد اقتصادي، عشان يدعم السياحة البينية العربية. يعني إيه السياحة البينية؟ يعني السياحة بين الدول العربية بعضها وإيه وبعض. تاني نقطة يا أولاد، ترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة، بمعنى الترجمة هنا معناها إن أنا أفعل القرارات بتاعة المجلس العربي
وحول هذه القرارات إلى خطط، إلى سياسات تسعى للنهوض بالسياحة العربية وتسعى للنهوض بالسياحة في الدول العربية. يبقى عندي المنظمة العربية للسياحة أحد المنظمات. طبعا قبل كده ذكرنا يا أولاد لو تتذكروا في الصناعة منظمة اسمها الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وكانت اختصاراتها اليونيدو. عندي منظمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية الإدمو. عندي النهاردة المنظمة العربية للسياحة وأهدافها في إنها تترجم لي القرارات، وفهمني يعني إيه الترجمة؟ يعني تفعيلها، وتساعدني كمان في وضع الخطط والسياسات التنموية مع إلغاء التأشيرات ومراجعة وتبسيط الإجراءات. طيب تعالوا مع بعض بينا كده نتكلم يعني على معلومة قبل ما نخش على المعوقات السياحة في الوطن العربي. بيقول لي إن انعدام الاستقرار الأمني والسياسي في مصر في الفترة من 2011 ل 2014، وهي الفترة ما بعد ثورة 2011، أدى إلى يعني تناقص عدد السائحين بمعدل 33%، بمعدل التلت يعني يا أولاد. يعني لو أنا كان عندي مثلا وصل، بيقول له أهو في الكتاب المدرسي، الناس اللي يعني دايما بننصح الناس وإحنا قاعدين مع بعض كده وبنسمع الدرس، يبقى معانا الكتاب المدرسي ويبقى كمرجع ليك. فبيقول لي في الكتاب المدرسي هنا في صفحة 82، بيقول وصل عدد السائحين إلى مصر يعني 14 مليون سائح في عام 2010. طيب نزلنا لكام بقى في عام 2013؟ ل 9.5 مليون، من 14 و7 من 10 ل 9.5، يعني نزلنا أكتر من حوالي 5 مليون سائح قالوا. طبعا ده كان نتيجة عدم الاستقرار الأمني في الفترة دي اللي هي من 2011 ل 2014. يبقى دي هحطها يعني حضراتكم كده، لو احنا بنقول اهو بقى معوقات السياحة في الوطن العربي، يبقى دي هتتحط من ضمن المعوقات وهي عدم الاستقرار ولا لا؟ فقدان الامن وعدم الاستقرار اكيد هتتحط يا مستر. طب تعالوا كده نشوف المعوقات ونشوف فعلا هل فيها عدم الاستقرار ولا ما فيهاش، ونشوف بيقول لنا ايه في النشاط السياحي ومشكلاته في الوطن العربي. اولا بيقول لنا ضعف البنية التحتية الخاصة بالقطاع السياحي، بمعنى ان البنية التحتية في بعض الدول العربية والكثير من الدول العربية ما فيهاش بنية تحتية مرتبطة بالنشاط السياحي، وسائل نقل ومواصلات جيدة يا اولاد، مطارات داخلية جيدة، يعني يبقى عندي مثلا عدد من الطائرات، عدد من اليخوت البحرية، عدد من الفنادق والمطاعم المجهزة على اعلى مستوى عالمي. فدي ما فيش البنية التحتية دي، مش موجودة، ودي طبعا تؤدي الى ضعف الاقبال السياحي. تاني نقطه يا اولاد ضعف القدرات الاقتصاديه، يعني احنا كدول عربيه ما في سياحه اسمها سياحه داخليه، يعني احنا نقدر ان احنا مثلا لو احنا مستوى المعيشه بتاع الدول العربيه مرتفع، هنبص نلاقي ممكن احنا هنا نسافر مثلا الامارات تيجي يسافروا هنا، يقول لنا مصر، ليبيا تيجي مصر احنا نروح لليبيا، لكن الدول العربيه غالبيتها قدراتها الاقتصادية ضعيفة، فهناك فقر، هناك انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي، وده مشكلة هتواجه النشاط السياحي ولا مش هتواجهه؟ تمام. مشكلة تالتة يا أولاد وهي ضعف التسويق للمنتج السياحي العربي. يعني أنا يعني مصر تعتبر من أكبر الدول العربية، من أكبر دول العالم اللي بتمتلك يعني عدد هائل من الآثار، يعني لدرجة إن يعني مدينة الأقصر يا أولاد يعني يقال عليها متحف مفتوح المدينة كلها، وبالتالي فهنا لكن أنا أفتقد للتسويق للمنتج السياحي. يعني أنا مش قادر أوصل لدول العالم إن أنا عندي سياحة قوية وإن أنا عندي آثار وإن أنا عندي مناظر جميلة وعندي ساحلين البحر الأحمر وعندي البحر المتوسط، مفيش دعاية كافية ومفيش تسويق للمنتج بتاعي. النقطة الرابعة في المشكلات اللي بتواجه السياحة في الوطن العربي ضآلة نمو الوعي السياحي. كشعوب عربية ما عندناش وعي عن السياحة وأهمية السياحة. طيب عدم ظهور الوطن العربي على الخريطة العالمية كتكتل اقتصادي مثل الاتحاد الأوروبي. النقطة دي يا أولاد بتربط لي على طول النشاط السياحي بإيه؟ بالنشاط الاقتصادي. بمعنى إن أحد المشكلات السياحة في الوطن العربي هو أن الوطن العربي لسه ما ظهرش كتكتل اقتصادي قوي. ما هو لو حصل يا اولاد بينا وبين بعض كدول عربيه تكتل اقتصادي يكون ناجح وحقيقي وقوي،
زي الاتحاد الاوروبي كده وعملوا تكتل فيما بينهم، هنقدر نشيل بقى الحواجز الجمركية بيننا، نقدر نشيل التأشيرات اللي قلنا عليها معقدة ومسبقة وليها إجراءات روتينية معينة، نقدر نزيل كل هذه المعوقات ونبدأ نبص نلاقي تبادل النشاط السياحي بيننا وبين بعض، وكمان نقدر نجذب سياح من العالم. إن الدول دي كلها بينها وبين بعض مفيش حواجز، بمعنى لو رحت مصر أعرف أدخل السودان، أعرف أدخل ليبيا، أعرف أروح السعودية، زي ما بيحصل مع السائح لما بيتجه لمنطقة الاتحاد الأوروبي. يبقى مشكلة من مشكلات السياحة في الوطن العربي أن الوطن العربي لم يظهر على خريطة العالم كتكتل اقتصادي قوي. أيضا من مشكلات السياحة في الوطن العربي الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي للتنمية السياحية. أي ما زلنا يا أولاد إلى الآن نفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ما عنديش طرق، ما عنديش خطط نقدر نتبناها ونقول ان احنا عايزين في عام 2025 نعمل كذا، عايزين في 2000 مثلا 30 نعمل كذا. كدول عربية نفتقر الى هذا التخطيط الاستراتيجي. ايضا من المعوقات اللي احنا قلناها في بدايتنا فقدان الامن والاستقرار في بعض الدول العربية عقب الثورات العربية، وده اثر سلبا طبعا على اعداد السائحين. وعشان كده لازم نتجه لفكرة بنقولها من أول السنة مع بعض، وهي فكرة السياحة المستدامة. يعني مفهوم الاستدامة بقى حتى في النشاط الإيه يا أولاد؟ السياحي. عندي بعض المفاهيم كده، منها التخطيط السياحي والتنمية السياحية المستدامة. إيه معنى التخطيط السياحي؟ السياحي حضراتكم إحنا لسه قايلين أننا نفتقر إلى التخطيط السياحي. طب ما هو التخطيط؟ هو عبارة عن أننا نرسم صورة مستقبلية للنشاط السياحي. زي ما قلت لكم من حضراتكم من شوية، قلت لكم ان انا ابقى عندي صورة متوقعة لعدد السياح اللي ممكن اجذبهم في عام 2025 في مصر، اصل لمثلا 20 مليون سائح او اصل ل 15 مليون سائح. فهي دي بقى، يبقى انا كده بخطط للنشاط السياحي عندي في دولة معينة اهو وفترة زمنية، دولة معينة ولتكن مصر وفترة زمنية محددة ولتكن عام 2025. طب انا عشان اوصل ل 20 مليون سائح في 2025 ده يتطلب مني ايه؟ ان انا اعمل حصر للموارد اللي عندي الاول، عندي كام فندق، عندي كام مطعم، عندي كام قرية سياحية، عندي كام مطار، كام طائرة، كام مش عارف كذا، وابدا احصر الموارد السياحية اللي عندي كلها، عندي كام باص، عندي وهكذا اولاد، عشان اقدر احط خطة اقول انا عايز مثلا اعمل فنادق فين، عايز اعمل مطارات تانية فين، عايز ازود طائرات، ازود باصات، ازود كذا، ازود كذا، اعمل دعايه اكتر، انشط التسويق الالكتروني على الانترنت للسياحه في مصر، وبالتالي اما اوصل ل 2025 الاقي المردود اللي انا عملته من هذه الخطه بدا يعود عليا بالنفع. فده ما يعرف بالتخطيط السياحي. يبقى هو التخطيط نوع من التخطيط التنموي، وهو ان انا برسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي في دولة ما، وده بيتطلب حصر الموارد اللي عندي زي ما قلنا عشان احدد الهدف اللي انا عايزه واقدر احقق تنمية سياحية سريعة وفي نفس الوقت تبقى منتظمة. يعني الانتظام هنا بقى الاستدامة. طيب التنمية السياحية المستدامة هي نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ويرتقي بالبيئة. ما أنا يعني النشاط السياحي لن تكون هناك سياحة إلا مع كل ما هو جميل. يعني إيه؟ يعني أما باجي ببني مدن جديدة، أما باجي أعمل طرق، باجي أعمل كباري، أما باجي أعمل أي حاجة، بحط في اعتباري إن المناطق ديت ممكن تبقى مناطق مزارات لسياح، ممكن تبقى مناطق عبور لسائحين، وبالتالي لما أنا هعمل سياحة مستدامة هعمل كل ما هو يحافظ على البيئة ويحقق تكامل وفي نفس الوقت يرتقي بالبيئة المعمارية. يعني النشاط المعماري يبقى نشاط جيد، اللي يعني بنقول عليه كده يعني إيه، أبتعد عن ما يعرف بالتلوث البصري وأتجه لما يعرف بالجمال البصري المعماري. ده مقصود التنمية السياحية المستدامة اللي ظهر منذ عام يا ولاد 88، يعني وكانت اللي دعت إليه منظمة السياحة العالمية وقالت إن لابد إن دول العالم كلها اللي عندها نشاط سياحي
تتجه لمفهوم السياحة المستدامة عن طريق إدارة الموارد بتاعتها، بس بشرط الحفاظ على الثقافة والتراث وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والجمالية. يبقى عندي مفهومين مهمين جدا لسه عابرين عليهم حالا، وهي التخطيط السياحي وان انا اضع صورة مستقبلية للنشاط بتاعي السياحي، بس ده يتطلب مني حصر الموارد اللي عندي، ثم التنمية السياحية المستدامة اللي قدام حضراتكم دي اللي قلنا عليها نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل الاقتصادي. تعالوا يلا بينا نشوف التنمية السياحية المستدامة أهدافها إيه، وآخر جزئية معانا في الدرس وهي بعض أساليب التنمية السياحية المستدامة. أهداف التنمية السياحية المستدامة: الهدف الأول أنها تسعى لزيادة مستويات الدخل وتحسين وضع ميزان المدفوعات بالدولة. يبقى تسعى لزيادة مستويات الدخل وتحسن لي وضع ميزان المدفوعات. تاني هدف للتنمية السياحية المستدامة، لأن حضراتكم يعني عشان مريت عليها مرورا سريعا ليه؟ لأن قلناها في أهداف السياحة أصلا في البداية إنها بتزود الدخل، وإنها بتأتي في مقدمة زي ما قلنا كده الصادرات الخدمية في ميزان المدفوعات. يبقى هدف السياحة المستدامة هتزود لي الدخل، هتحسن لي ميزان المدفوعات، لأنها بتأتي في مقدمة زي ما قلنا الصادرات الإيه؟ الخدمية. هدف تاني للتنمية السياحية المستدامة نشر الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب، إنها تعمل لي تواصل بين الناس وتزيد من نشر الثقافة وتقبل الآخر. يعني أهم ما في النشاط السياحي ما يجي لي سياح أجانب ومن أمريكا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن أقدر أتقبل ثقافته وأتقبل لغته وأتقبل عاداته وتقاليده، وزي ما بنقول كده يعني يبقى التعايش معا. يعني ثالث هدف للسياحة المستدامة حماية البيئة، وإنها تعمل على زيادة الاهتمام بالموارد الطبيعية اللي سائلين حضراتكم، تحافظ على العادات، تحافظ على التقاليد، تحافظ على المعمار الجمالي أو الجمال المعماري للمنشآت. طيب أيضا بتساعد على حماية البيئة قلنا، وزيادة الاهتمام بالموارد الطبيعية والموروثات. النشاط السياحي المستدام يخلق فرص جديدة للاستثمار، يخلق فرص عمل، يساهم في ارتقاء مستوى المعيشة. السياحة المستدامة تطور العلاقة السياسية بين الحكومات. يعني لما احنا جينا قلنا من شوية المنظمة العربية للتنمية السياحية، المنظمة العربية للتنمية السياحية هي منظمة تربط الدول العربية بعضها ببعض، فده هيطور لي العلاقة طبعا بين الدول وبين الحكومات اللي مشتركة مع بعضها في المجال السياحي. ايضا نقطه مهمه جدا يا اولاد، وهي ان السياحه المستدامه مش ان انا مش الاستدامه دي خدناها من اول السنه، انها يعني تحافظ لي على حقوق الاجيال القادمه. يبقى هنا لما بعمل سياحه مستدامه مش سياحه بس، سياحه بس يبقى الاشخاص اللي موجودين دلوقتي هم اللي يتمتعوا بمزاياها. سياحه مستدامه هتحقق لي عداله على مستوى هذا الجيل، وكذلك الاجيال اللي جايه المختلفه من حق في الاستفادة من موارد البيئة وتوزيع الدخول عليهم. يبقى هنا هتحقق العدالة على مستوى الجيل الواحد اللي حالي وعلى الأجيال القادمة. يعني هيستفيدوا من هذه يعني زي ما بنقول الموارد البيئية اللي موجودة عندنا. أيضا لما بعمل سياحة مستدامة يعني هحسن بنية أساسية ولا مش هحسنها؟ هحسن خدمات ولا مش هحسنها؟ هحسن طبعا، وخاصة المجتمع المضيف يعني المستقبل. تعالوا للنقطة اللي قلت عليها وهي أساليب التنمية السياحية، وهناخد بعض الأنماط كده من ضمن هذه الأساليب. إزاي نعمل تنمية سياحية مستدامة؟ طبعا يعني قبل ما ننقل كده بيقول لي هنا برضو معلومة من المعلومات الإسرائيلية الجميلة، وبرضو اللي يعني بنحزن لما بنقرأها، إن الإحصاءات في الوطن العربي بتقول إن الوطن العربي ينفق على الترويج السياحي 45 مليون دولار. طيب ده كتير يا مستر، يقول لك وهو ما يمثل نصف ما تنفقه استراليا وحدها. يعني الدول العربية كلها تنفق على الترويج والدعاية والنشاط السياحي 45 مليون دولار سنويا، لكن الدول العربية ده الدول العربية كلها، وده بيمثل نص اللي استراليا بتنفقه. يبقى احنا لسه ما زلنا بعيد فعلا عن وضع استراتيجيات وخطط وتنمية للسياحة. طب تعالوا نشوف الأساليب اللي ممكن أحقق بيها تنمية سياحية، واشوف بعض الانماط الجديده، لان دي من ضمن الاساليب ان انا استحدث يا اولاد انماط جديده تعتمد على السياحه المستدامه.
أساليب تحقيق التنمية السياحية المستدامة. الأسلوب الأول، الاهتمام بالتخطيط السياحي. وعرفنا حضراتكم يعني إيه التخطيط السياحي، وذلك لكونه منهجا علميا لتنظيم وإدارة النشاط السياحي. يبقى هل ينفع نحقق تنمية سياحية مستدامة بدون تخطيط سياحي؟ طبعا ما ينفعش. تاني حاجة يا أولاد، أعمل على تطوير المنشآت. لسه كنت بقول لكم وأنا بعمل للتخطيط السياحي لازم أحصر الموارد اللي عندي، أشوف عندي كم مطعم، كم فندق، كم قرية سياحية وهكذا، مدينة ترفيهية، يبقى لازم أطور المنشآت والخدمات السياحية. النقطة الثالثة، استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة. الإنترنت يا أولاد أسرع وسيلة حاليا في التسويق السياحي وما يعرف بالتسويق الإلكتروني. أنزل صفحات خاصة بالسياحة عن مصر، أبدأ هذه الصفحات أدعمها بحملات توعية وبحملات تبرز أهمية النشاط السياحي اللي عندنا والمزارات اللي عندنا والآثار، ودي هتكون لها عامل كبير جدا في إن أنا أجذب السياح. عقد مؤتمرات يا أولاد، مؤتمرات سواء كانت مؤتمرات على المستوى يعني العربي أو على المستوى القطري أو على المستوى العالمي. المزيد من المؤتمرات في بعض المناطق زي الأقصر، زي أسوان، زي شرم الشيخ، زي الإسكندرية، هي هنا بتبقى فرصة إن أنا بعرض هذه المناطق وهذه المزارات للعالم كله، خاصة إذا كانت مؤتمرات دولية، فهنا أسوق للسياحة. أيضا من ضمن الطرق اللي أقدر أحقق بيها تنمية مستدامة سياحية، أهتم بالتنمية البشرية للعاملين في مجال السياحة، ودي نقطة لا نغفلها يعني في جميع المجالات من الترم الأول. كنا بنتكلم عن أي مجال، مجال المية، مجال التعدين، مجال طاقة، أقول لازم أعمل دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال. يبقى في مجال السياحة عقد برامج تنمية بشرية للعاملين في مجال السياحة والاهتمام بالنشاط السياحي. طيب النقطة اللي بعد كده معايا، الاهتمام بيقول لي بالأماكن الأثرية وترميمها، منطقة زي الأهرامات، مناطق زي المعابد في أسوان، في الأقصر، لازم نهتم بيها ونحافظ عليها، لأن ده اللي هيحقق لي فكرة الاستدامة زي ما قلنا. أيضا من ضمن الأساليب يا أولاد، تشجيع القطاع الخاص وقطاع الأعمال على الاستثمار خصوصا في مناطق السياحة، المناطق السياحية الجديدة. نشجع القطاع الخاص انه يتجه للتنمية واستثمار امواله في مجال السياحة، ثم استحداث انماط سياحية جديدة تعتمد على التنمية المستدامة. يعني ايه؟ يعني احاول لو انا، وده طبعا هنشوفه بيبرز اكتر في يعني الدول اللي بتفتقد لبعض المزارات السياحية، هناك انماط سياحية جديدة تجذب السياح. تعالوا نشوف كده بعض الأنماط دي وهناخد نماذج ليها إن شاء الله مستقبلا، زي دولة الهند أو البرازيل، وهنعرف إزاي قدرت إنها يعني تعتمد على النشاط السياحي كمصدر رئيسي للدخل ليها، وتبتدع ما يعرف بسياحة المهرجانات. مشهورة جدا الهند والبرازيل بهذه السياحة. من الأنماط السياحية أولاد الجديدة سياحة المغامرات أو السفاري. عندنا سياح كتير بيحبوا المغامرة، بيسعوا انهم يسافروا لبعض المناطق زي الصحراء كده والجبال والغابات، ويمكن بنشوف الكلام ده في الافلام الامريكية، يعني نبص نلاقي كده ايه، يروحوا عاملين رحلة كده داخل الغابة ولا حاجة، ونبدأ بقى نشوف يعني الحاجات المرعبة في الافلام الامريكية يعني. فدي سياحة اسمها المغامرات او السفاري، زيارة غابات، جبال، صحاري، مناطق فيها تلج، حبا في المغامرة. هي السياحة دي كده، ان انا حابب ان انا غامر وبحثا عن هذا النوع من الاستمتاع رغم خطورته في بعض الاحيان، لانه بيبقى مناطق معزولة يا اولاد في الصحراء في الجبال، فبيبقى نوع من الخطورة ان بيتعرض يعني السائح فيها للخطر، لكن زي ما احنا بنقول فوق اهي اسمها سياحة المغامرات. نوع تاني من السياحة اسمها سياحة الرياضات البحرية. يعتمد هذا النوع يا اولاد على السياحة الموجودة على البحار والمحيطات، السواحل يعني. المدة اللي بيعيش فيها السائح في هذه المنطقة بتختلف. الرياضات البحرية أهمها الغوص، التزلج على الماء، العوم، سباق اليخوت، القوارب، صيد السمك، ودي كلها ألعاب عبارة عن ألعاب ترفيهية لكنها لا تمارس إلا في المناطق البحرية على السواحل. فدي نوع من سياحة الرياضات البحرية، وممكن نقول ان مصر ممكن تهتم بيها وتركز عليها، خاصة امتلاك مصر
ساحل عظيم جدا، وساحل البحر الأحمر بمياهه النقية الدافئة وشعابه المرجانية الجميلة اللي ممكن تساعدني في ممارسة هذا النوع من السياحة وهي الرياضات البحرية. أيضا هناك أنماط أخرى أو النمط أخير من أنماط السياحة، وهو نمط سياحة الحوافز، وهي يا أولاد يعني يهدف لتشجيع العاملين بالشركات الكبرى، يحفزهم على مزيد من الإنتاج. يعني يمكن نسمع مثلا لو باباك شغال في شركة أو موظف يعني في شركة، تبص تلاقي الشركة بتيجي في فصل الصيف كده تعمل مصايف للعاملين وتدعم لهم السكن اللي هيروحوا يقعدوا فيه، وتبقى بسعر مخفض، نوع من تحفيز العمال على أنهم يعودوا إلى عملهم لمزيد من الإنتاج والأداء الجيد في وظائفهم المختلفة. وده بيتم عن طريق تنظيم رحلات سياحية مكافأة ليهم على حسن الأداء أو على تحقيق نسبة عالية من أرباح في شركة، فده اللي بيساعدهم في أن هم يتجهوا لهذا النوع من السياحة، وهو ما يعرف بسياحة الحوافز. يبقى إحنا خدنا أنماط جديدة من النشاط السياحي ممكن يساعدنا في التنمية المستدامة، وهي سياحة المغامرات، سياحة السفاري، سياحة الرياضات البحرية، وسياحة الحوافز. طبعا يا أولاد يعني موضوع النشاط السياحي تقريبا ما بيغيبش عننا في كل المراحل الثانوية بتاعتنا، من أول مرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية، من الموضوعات الجميلة والشيقة، وبنبقى عارفين أهميته للدولة بتكون إيه. طبعا يعني بيدينا هنا نموذج صغير كده مصغر لتنمية سياحية في غانا المستدامة في غانا، وبيقول لي إن دولة غانا، طبعا حضراتكم عارفين إحدى الدول اللي بتقع في غرب إفريقيا، بدأت فعلا تعمل تنمية سياحية مستدامة. عملت إيه؟ احنا قلنا ألف ب التنمية المستدامة ان احنا نضع استراتيجيات، خطط يعني رؤية مستقبلية. فبدأت تحط خطة ورؤية مستقبلية للنشاط السياحي عندها، وتشوف المناطق التراثية اللي ممكن من خلالها تعمل نشاط سياحي، وبدأت تعمل دراسة جدوى، بدأت زي ما قلنا من شوية حضراتكم تدريب العاملين في مجال السياحة، بدأت تتبنى برنامج يصون الآثار. يبقى اتبعت فعلا غانا بعض الطرق اللي بتهدف لتحقيق التنمية المستدامة ولا ما اتبعتهاش؟ اتبعت هذه الطرق، ماشي كده؟ ان هي بدأت زي ما قلنا، نقولهم تاني كده، تحدد المشروعات اللي هي هتنمي السياحة فيها ذات الأولوية، بدأت تعمل دراسة جدوى مختلفة لهذه المناطق، تدرب العاملين في السياحة، تضع برنامج لصيانة الأماكن التاريخية زي منطقة اسمها القلاع والحصون اللي موجودة في غانا، طريق يسمى طريق العبيد السياحي. طبعا عارفين في فترة من الفترات يا أولاد كانت غانا أو دول غرب أفريقيا عموما كانت فيها تجارة الرقيق أو العبيد من الزنوج، وكانوا بيهجروا إجباريا إلى أمريكا، والفترة دي استغلتها غانا بقى إن هي تعمل تسويق للنشاط السياحي رغم المأساة في هذا الطريق، لكن قدروا يستغلوه كنشاط سياحي بالنسبة لهم، ويشرحوا فيه الطريق دوت كان بيتم سحب العبيد وجلبهم منين ويتم توجيههم فين، فده يسمى طريق العبيد السياحي. وبدأوا يحطوا برنامج لحماية الحياة البرية، فعملوا منتزهات يعني زي محميات كده وحدائق قومية، ووصفت بأنها محميات طبيعية زي منتزه كاكوم القومي في غانا. ما النتائج بقى مستر؟ ايه يعني النتيجة اللي ترتبت على اللي غانا عملته ده كله؟ ترتب على هذه التجربة توفير فرص للعمالة، زاد الدخل لأن بدأوا يفرضوا رسوم طبعا للدخول لتلك الآثار اللي هم عملوها فوق الأماكن المحميات، أيضا بقى في نشاط رائج آخر اقتصادي خاص ببيع التحف والتذكارات المحلية، وبكده قدروا يخلقوا سوق جديد للسياحة ولا لأ؟ يبقى نجحت غانا في خلق سوق جديد للسياحة ولا لأ؟ نجحت رغم إن هي افتقرت للآثار يعني، ولكن قدرت تستغل مواردها. عندي غابات فعملت حدائق وعملت محميات، عندي نشاط كان موجود قديما رقيق وعبيد وكان مأساوي، لكن قدرت تحوله إلى أنه نشاط سياحي، وأن السياح يجوا يزوروا المناطق دي ويشوفوا كان يتم جلب العبيد منين وبيتجهوا إلى فين ويصلوا للشواطئ والسفن منين. فهي رحلة رغم أن هي رحلة لها تذكار زي ما بنقول أليم، لكن السياح بتستهويهم هذه
يعني المعلومات، وبيبقوا عايزين يجمعوا عنها معلومات، وبيبقى عندهم روح المغامرة في المشاهدة لهذه الطرق وهذه المحميات. طبعا معانا اختبار للدرس على التنمية الصناعية، وهو الدرس السابق. هننتظر كده ثواني للناس عشان اللي عايز ياخدوا سكرين ولا حاجة ويبدأ يدخل على الرابط بتاعنا. كان معاكم الأستاذ محمود المجاور، الأستاذ أحمد السيد، الأستاذة مها عبد الباسط. تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني ليكم كلكم بالتوفيق والنجاح، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.